نرحب فيكم من جديد مشاهدينا. في ظل التحول نحو الصحافة الرقمية هناك تساؤلات كثيرة دائما ما تطرح، وهي ما مستقبل الصحافة الورقية وما هي التحديات اللي تواجه المطبوعات الورقية؟ طبعا بالفعل يعني التساؤلات مهمة، وكانت هي عنوان الحلقة النقاشية التي أقامها قسم الإعلام ونادي الإبداع الإعلامي في كلية الآداب جامعة الكويت على هامش معرض الكتاب. الحلقة النقاشية مها حضرها وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي، واللي أكد فيها على أهمية معرض الكتاب والتأكيد على دور وزارة الإعلام واهتمامها بالجانب الثقافي لإبراز وجه الكويت الحضاري. بين صراع البقاء والاستمرار في المطبوعات الورقية وبين الرهانات على الصحافة الإلكترونية والرقمية وغزوها السريع لحياتنا، هناك تحديات كثيرة كانت فحوى الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش معرض الكتاب. التحديات اللي تواجه المطبوعة في هذا الوقت جدا تحديات ما هي هينة. معرض الكتاب بنسخته 45 بعد انقطاع يعني سنوات بسبب الجائحة، جاء هذه السنة أمانة بعدد لا يستهان فيه من دور النشر من داخل وخارج الكويت. هذا يعني يعطينا انطباع أن هناك بالفعل اهتمام بالثقافة، اهتمام بالأدب، اهتمام بالفنون بأشكالها المختلفة. احنا في وزارة الإعلام حقيقة بناء على الاستراتيجية اللي أطلقناها العام الماضي حريصين كل الحرص على الاهتمام بهذا الجانب، والمشاركة مع كل القطاعات اللي تهتم بالثقافة لإبراز دور الكويت ووجهها الثقافي والفني في هذه المحافل بشكل عام. هناك عراقيل كثيرة اليوم تواجهها الصحافة الورقية بلا شك، مقابل الاهتمام بمواكبة كل جديد عن طريق الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد خاصة من قبل فئة الشباب. في حث على اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب المطبوع كونه مهم جدا، فجاءت هذه الحلقة النقاشية للتحدث عن أهمية الكتاب المطبوع سواء كان صحيفة أم مجلة أم كتاب يقرأ. يعني صحيح احنا تقريبا يمكن ما يفوق 70% من فئة الشباب هي تشكل المجتمع الكويتي، والشباب يحب الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية وعن طريق التراسل الإلكتروني، يعني هذه أغلب قراءاتهم، لكن لا زال المطبوع مهم. الكتاب الآن يواجه تحديات عديدة مثل الصحافة الإلكترونية الآن بدأت تغزو وتحل محل الصحافة التقليدية. العالم ككل يتجه للصحافة الرقمية، أسهل أسرع في السبق الصحفي، وهي موجودة الآن في كل جهاز. فأنا أتوقع أن الجيل الجديد بأغلبه لم يقرأ الصحافة القديمة اللي هي الورقة من فترة طويلة. صحيح أن مستقبل الصحافة الورقية في ظل تطور الإعلام الجديد بات على المحك، لكن الشيء المؤكد أنه سيبقى للمطبوعات الورقية مكانتها وللكتاب رونقه الخاص. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.